في الصين تقدر تشوف حاجات غريبة، تقدر تاكل حاجات غريبة، تقدر تشتري حاجات غريبة، لكن من اغرب الحاجات اللي عملتها ان انا اشتريت ايفون لكن اصلي جديد مقفول باكسسواراته متسلفن اشتريه من ابل ستور، اشترينا بربع الثمن بربع الثمن. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. انا بقالي كام يوم في الصين، وطبعا في حاجات كتير هنا غريبه وحاجات مبهره، كل الحاجات اللي انت عارفها ومتعود عليها من براندات الموبايلات والشركات اللي تعرفها هتلاقي ليها ستورز هنا، والوضع طبيعي جدا زي بتروح في اي مكان. بس لو تعمقت وتغولت ودخلت كده في اسرار هتلاقي حاجات غريبه، ومعايا حد ممكن يقول لنا على شويه اسرار صينيه محدش يعرف عنها. دي اول حاجه غريبه هتشوفوها، ولكن عايز اقول لك حاجه يا عمر، انت عارف ان المكان اللي هناك ده فيه تلت تليفونات العالم؟ انت لو عايز تفصل تليفون اصلي اقوم اعمله لك دلوقتي. نفصل تليفون؟ نعمل تليفون من اول وجديد. طب ما تيجي نختشف هذا الموضوع. يلا بينا. بس قبل ما نوصل لموضوع التفصيل ده لازم الاول اخدكم في جوله في سوق الموبايلات، عشان هنا الموضوع مختلف عن اي حاجه شفتها في حته تانية. هنا المنبع، هنا اساس الموبايلات كلها. انا دلوقتي يا جماعه في مول، واحد من المولات الكتير جدا في شارع من الشوارع كتير جدا متخصصين كميه مهوله من الموبايلات والاجهزه. فمستر نواوي هو اللي عرفنا بالمول ده. الخبره هنا، وانتوا مش متخيلين انا وريتكم على ستوريز، بس السكيل هنا بتاع الحاجات مهول دلوقتي. انا اوريك هنا كل محل متخصص تقريبا بمجموعه اجهزه وبيبدا يشتغل عليها هنا سوق الجمله اللي بياخدوا منه الناس علشان يبيعوا في المحلات بره بسعر غالي. يعني لو انت هتجيب بسعر رخيص هنا ده سوق الجمله، حتى لو تيجي تشتري يقول لك هاو ماني بيس، كل واحد قدامه لسته اسعار. اللسته دي بتتغير ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات، مره الصبح دي بتبقى اعلى سعر، ومره في نص اليوم، وبالليل بيبقى افضل سعر ممكن تاخده جوه شنزن هنا. يعني تاخد اسعار لوز العنب على الاسعار هنا هتطلع بعيده خالص عن اي حاجه تعرفها، احسن بمراحل. ولكن عشان هنا مفيش اي كوست بيتحملوها ولا نقل ولا ضرائب، مفيش ستور اساسا، مفيش وجهه، مفيش بقى الناس اللي مفيش اي حاجه. برزنتيشن مجرد علب، انت داخل عارف انت عايز ايه بالظبط وبتاخده وبتدفع ثمنه صباح الفل. يعني مثلا عايزين نسال دلوقتي على موبايل حديث جدا، شاومي كي 30. واحده من المشاكل الاساسيه اللي قابلتني في الصين واظن بتقابل اي حد بيروح هناك هي اللغه. ناس هنا مش معتبره الانجليزي لغه اساسا، مفيش حد راضي يتكلم معاك انجليزي اصلا. بس المشكله الثانيه ان جميع الخدمات اللي احنا بنعتمد عليها وبنستخدمها بشكل يومي مش شغاله اصلا في الصين. لا جوجل ولا واتساب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا اي حاجه من السوشيال ميديا ابلكيشنز والخدمات ما بتشتغلش في الصين تماما الا عن طريق استخدام في بي ان. ده يعتبر ارخص فلاجشيب تليفون، اسمه سمارت سيان، علامته زي التسلا لو تاخد بالك، بنسميه تسلا شاكوش. شاكوش التليفون شاكوش ده ارخص فلاجشيب ممكن تلاقيه، 855 بلس، كاميرا 48 ميجا بكسل، النكس 3 5G. كلمة 5G هنا كلمة من الصعب ان احنا نشوفها كتير. 5G مش اي كلام، شغال هنا 5G، شغال هنا 5G. لا انا ملاحظ حاجة عمر، بص 5G HD HD دي حاجة مجهولة، حاجة مجهولة. من عجائب الدنيا برضو ده الاسوس، ده بص الباكج نفسها اصلا عاملة ازاي. يعني لا الجهاز حاجة كده تحس اللي هو الكيس بتاع الكمبيوتر، اظن بتتفتح فيرتيكال احلى، حزمه كده الموبايلات اللي هم بيجهزوها مثلا عشان تتشحن، تطلع الفاتوره. حاجات جاهزه، اوردرات يعني. بيجي له اوردر مثلا من علي اكسبرس، الناس اللي عاوزه تشتري موبايلات بيروح واخد الجهاز كده عامل له فاتوره على التاجر اللي هيشتري، وعنده تو اوبشن، يا اما بينزل له سوفت وير نسخه جلوبال، يا اما بيشحنه صيني زي ما هو، وبعد ما بيخلص بيروح مقفلها كله صيني اساسا. بلس 70 يعني الموبايلات اللي من هنا اصلا ما فيهاش جوجل، ما فيهاش سوفت وير اللي انت عارفه الحاجات دي كلها خلص. لكن بسهوله جدا بينزلوه في خمس دقائق زي الجهاز اللي معايا. 20 يوان بياخد 5 يوان. ده عالم الاحلام لاي حد بيحب الموبايلات. عيله شاومي كلها وريدمي طبعا، نوت 7 ماكس 3 اللي كان انقرض خلاص واختفى في مصر، ماكس 3 هنا برضو، ريدمي 7 اي النسخه اللي هي في السناب دراجون 675، ده السي 9 اي اللي هو نزل في مصر، اي 3 نزل في مصر اي 3 وترقوا السي سي 9 برو. فعليا في الصين كل الشركات الصينيه ممكن تلاقي ايكو سيستم كامل. شوف فيديوهات كده مثلا ناس بتتكلم على تسريبات وبتاع ومعاهم موديل جهاز لسه هينزل،
من هنا بيعملوا حاجات زي دي. ده مثلا كان موديل للايفون P30 Pro. عندك موديلات لاي حاجه اي بلس. دول مش موبايلات حقيقيه، ده بس دامي يعني، تقدر بس تشوف ابعاد الجهاز مش عارف ايه، تمسكه في ايدك تجربه. عشان كمان شركات اللي بتعمل كفرات وحاجات زي دي بيعتمدوا على الاجهزه زي دي. بس اللي غاويه سامسونج يعني بعيده عن الصيني دلوقتي يعني اللي هي ما نزلتش اصلا مصر يعني. عندك بص هنا ده الاي 70 اس اهو، 70 اس، وده بقى المتوحش المتوحش الاي 90 الاي 90 5G. ده فلاج شيب يا جماعه، فلاج شيب بسعر محترم جدا زي اس يعني، زي النوت مثلا كمواصفات. 855 سناب دراجون، اللي محبي لسناب دراجون مع سامسونج 5G. 5G طيب انتوا شفتوا سامسونج من شويه، شفنا حاجات سامسونج. طيب في ناس مش غاويه اندرويد، عايز حاجات ابل. اوكي الكراتين دي كلها منتجات ابل. لا ده حتى ماك بوك وحاجات ماك بوك، ايباد، ايفون، اي حاجه. شايف الاعداد عامله ازاي؟ الكراتين دي كلها مليانه. اه دماغي. كام مليون تفتكر الستوك اللي موجودين على الواحد؟ ولا بالمصري ولا بايه بالظبط؟ بأي لغه؟ صيانه وتصليح هنا يا جماعه مش زي عندنا في العالم العربي. يقول لك ايه؟ لا غير الشاشه على بعضيها، غير البورده، غير معرفش ايه. إن ممكن يغير سلك ترانزستور الشاشه نفسها، جهاز جزء اساسا. خد بالك اللي بيعمل صيانه هنا ست. لا ومفيش حاجه اسمها قطعه مش موجوده، ولا دي مش عندنا ولا بتاع. بص بص كل انواع البطاريات. طريقه واحده جامعه، عايز كام ملي امبير؟ يعني 10000. هقول لك بالظبط. عايز محل تاني كده بره المول، كنت فيه روبوتات واختراعات وافتكاسات عجيبه. ده مثلا واحد من الاختراعات، ده تليفون في كاميرا. اه بص ده بقى في كاميرا 360، شايفين الصور؟ الكاميرا اللي فوق دي اللي حضرتك شايفها هنا، والناحيه الثانيه التليفون ده فيه كاميرا 2 3. اختراع برده لطيف جدا جدا. شايف شنطه سفر بتتحول لموتوسيكل صغير، هي شنطه تقدر تمشيها وتجرها عادي جدا. تعبت وانت ماشي تفتح الدريكسيون بتاعك داخل. بس انا لو قعدت على الشنطه، تفتكر يا عمر لو قعدت على الشنطه هيحصل ايه؟ جرب. كل اللي فات ده يعتبر سوق رسمي بيبيع موبايلات جديده، هي بالجمله وباسعار مغريه جدا، لكن موبايلات جديده ومقفوله وبتشوفها بتتباع من الشركه كده قدامك. ولكن اذا تعمقت زي ما قلنا في الاول هتوصل بقى للجانب المظلم شويه. مش بعيد عن المبنى اللي كنا فيه ده، في مبنى تاني كامل متخصص لاجهزه ايفون. موضوع هناك مثلا 6 ادوار كاملين، وهنا مش ابل ستور، هنا الايفون مجهول المصدر. هنا زي ما انتم شايفين يا جماعه بيجيبوا الايفون المتدغدغ ومتختخ، تبدا تفك التليفون، وبعدين التليفون يركب له الشاشات. واخد بالك انت يا عمر؟ التليفون يبدا يركب له الشاشه، ظهر ووش زي ما الاخت دي بتعمل كده. وانا اوريكم الخطوات اللي بعد كده ايه اللي بيتم بعد ما هي. وكل واحد من دول بيجي يستلم اكياس اكياس ايفونات، ايفونات بنستيكها مع بعض كده حزمه، بيقعد يشيك بقى عليهم واحد واحد، ده ناقصه ايه؟ ناقصه شاشه، ناقصه كاميرا، حرف مكسور، نكمل الخطوه اللي جايه بعديها. بعكس المكان اللي فات، الناس هنا مش بتحب التصوير. ده بيديك ايحاء كده ان في حاجه مش مظبوطه. تعالى في سكيورتي او شرطه، هم لابسين لبس جيش، يمكن شرطه عسكريه مثلا، قالوا لي ان ممنوع تصور هنا، ما ينفعش تصور. عايز تتفرج اعمل انت عايزه، لكن ما تصورش. لكن طبعا انا ما سمعتش الكلام قوي يعني. كرتون انت سمعت في حضرتك يعني، حضرتك يا عمر واخد بالك ان كرتون تسمع كلام مش اصلي؟ بص جايبين حزمه كراتين غير حزمه السماعات، تركب عليها السماعات، حزمه الكابلات، حزمه الكابلات ازاي تقدر تقفل شويه وبتاع يعني، زي الحاجه ما بتقفل لك ايفون في البيت فاهم انت؟ اه والله. عايز 11، عايز 10، عايز 6، عايز 8، عايز انت عايزه. كرتونه خضر، اشتري كرتونه بالسلطات، يحط لك عليها السيريال، عايز انهي تشارجر معاها، عايز كابلات معينه، عايز سماعات معينه، مفيش اي مشكله. لا انت بتتكلم بتهزر يا عمر، ده بيدوا درجات ابل مصغر هنا، بيدوا درجات يا جماعه، في درجات في يعني. انت عاوز شاشه نوعها ايه؟ عاوز الظهر اصلي ولا مضروب ولا ايه؟ كل حاجه الحقيقه. وصل ايفونك بمزاجك انت، وصل ايفونك. ففي شويه من اللقطات اللي جايه هتلاقوا الزاويه غريبه شويه، عشان انا فعليا بحاول اخبي الكاميرا، عشان اكيد لو حد من الشرطه دول شافني وانا بصور. على ما نحاول نتواصل مع بعض اساسا ممكن الاقي نفسي في سجن صيني. لما تسال الحاجات دي الجديده يقول لك لا، تقول له طب مجدده ريفربشت، يقول لك لا مستعمله، تلاقيه كده بيهز راسه يعني، يقول لك يمكن. جميع مكونات الايفون هنا بكل موديلاته موجوده بالتفصيل. عندك الظهور بتاعت الموبايلات، الشاشات، السماعات، البوردات، عايز علب الايفونات فاضيه، عايز تحط الاكسسوارات بتاعتها جواها، عايز اي حاجه متعلقه بالايفون موجوده هنا. طبعا انت مش هتقدر تحدد الحاجات دي اصليه ولا مش اصليه ولا. طبعا فرصه، واحنا في المكان ده قررت انا ومحمد النواوي ان احنا نعمل تجربه.
قلنا هنفصل ايفون جديد، قلنا مثلا هنعمل ايفون 7. انت ممكن فعليا تبدا من الصفر لو عايز تجيب الكيس نفسها وتجيب البورد من مكان تاني وتجيب الشاشه وتجيب كل حاجه وتركبهم عند واحد تالت اساسا لو انت عايز تعمل كده. طبعا احنا ما كانش عندنا وقت نعمل الكلام ده، فقررنا ناخد واحد من الايفونات الموجوده في الاساتيك دي نجرب الموضوع هيكون عامل ازاي. اخترنا واحد من المحلات واخترنا منه ايفون 7، شكله جديد جدا، شكله مش مستعمل فعليا. تفتحه وتلاقيه شغال، عندك اي او اس، مفيش اي مشكله، مفيش اي كلاود، مفيش حاجه مريبه، تمسكه تقول ايفون جديد كانه طالع من ابل ستور فعليا. اكتشفت ان الكالكوليتر يعتبر اسهل طريقه تواصل هناك، اي حد بيكتب لك الرقم اللي هو بيبيع بيه وانت تفاصل معاك تمسحه وتكتب رقم اقل منه وهكذا. اشترينا الايفون حرفيا من غير فصال كتير على فكره، باقل من ربع ثمنه الطبيعي في مصر او في معظم الدول العربيه. طبعا هتاخد الايفون كده في ايدك من غير علبه، من غير اكسسوارات، من غير اي حاجه. دي كانت الخطوه الاولى، لكن احنا عايزين نرجع الموبايل جديد، عايزين نشتري كانه موبايل جديد. عادي جدا الخطوه الثانيه تروح لواحد من المحلات اللي بتبيع العلب. في المحلات دي هتلاقي علب لايفونات بجميع الموديلات بجميع الالوان. هنا ما بتبيعش موبايلات اساسا، بس علب. ما تشتري علبه هيقول لك عايز معاها اكسسوارات ولا لا، وعايزها اصليه ولا لا، عايز السماعات، عايز الواير بتاع الشحن، عايز الشاحن نفسه، والحاجات دي كلها هما بيعملوها قدامنا اساسا. طيب اشترينا العلبه والاكسسوارات، ودي كانت الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه ان احنا عايزين بقى نعمل السيل بتاع ابل، الشكل كده بتاع الايفون المقفول. الموضوع اسهل ما يمكن. الخطوه الثالثه والاخيره وباقل من 3/4 دولار اساسا تقدر ترجع الايفون بقى بشكله الزيرو. الايفون هنا هيتنظف ويتمسح بشكل كويس جدا عشان يرجع ما عليهوش اي بصمات، ما عليهوش اي حاجه، وبعد كده يتلزق عليه الستيكر اللي انت متعود تشوفه من ابل بنفس منظره بالظبط. عايز سيريال نمبر رسمي على العلبه؟ مفيش اي مشكله، اختار الرقم اللي انت عايزه وهيتلزق على ظهر العلبه بنفس منظره الرسمي تماما. العلبه نفسها كمان بتتقفل بنفس الستيكر ونفس الرابنج اللي انت بتشوفه من الابل ستور. الموضوع ما كلفناش دولار واحد والتنفيذ مقنع بشكل رهيب. انت فعليا ماسك علبه ايفون زي ما بتشتريها فعليا من اي ابل ستور، وانا اشتريت ايفونات من ابل ستور. الموضوع مقنع جدا. الكلام ده تقدر تعمله مع جميع موديلات ايفون، حتى ايفون 11، وكمان برضو جميع منتجات ابل اساسا. ابل ايربودز موجوده والايباد وكل منتجات ابل انت عايزها موجوده هنا، وتقدر تقفلها بنفس المنظر. اذا انا كنت شفت الكلام ده بعينيا وحد عرض عليا علبه الايفون دي، ما كنتش هشك لحظه ان هو ايفون جديد. كنت مستعد ادفع فيه 4 أضعاف السعر اللي انا دفعته وهبقى مبسوط. زي ما شفتوا يا جماعه الموضوع مبهر لكن برضه مرعب في نفس الوقت. لو انت عندك مثلا بارانويا وحته القلق، الموبايل ده جاي يعني اصلي ولا مضروب ولا معرفش ايه، اكيد الفيديو ده ممكن يعمل لك قلق زياده. فلازم تركز جدا وانت بتشتري اي موبايل جديد، خصوصا اذا كان ايفون، خصوصا اذا سعره مش منطقي. يعني لو حاجه سعرها غريب وشكلها جديده وحلوه، محدش هيبيعها لك بالسعر ده الا لو في حاجه مش تمام. يعني اذا عندك عايز تشتري ايفون جديد، اتاكد، شيك على السيريال، شيك على الاي ام اي، شيك عليه على الويب سايت بتاع ابل عشان تتاكد ان الجهاز ده ليه كفاله فعليا وشغال وحقيقي واصلي، وعشان تعرفوا تفاصيل اكتر على خبايا ومكنونات الصين. مستر محمد نواوي عنده قناه ممتازه جدا على يوتيوب، ممكن يعرفكم عليها حاجات تانية وتكمله برضو للفيديو ده. هنلاقي حاجات كتير قوي، انا قاعد شويه في الصين بصور شويه حاجات، هوريكم شويه حاجات غريبه. قناه اسمها محمد النواوي، يمكن جزء شفناه مع عمر النهارده. عمر يعني من الناس اللي انا كنت بتمنى ان يكون معاها، وحصل ده الحمد لله. وان شاء الله تابعوا الفيديوهات اللي عندي على القناه قريب، هتشوفوا حاجات وخبايا عجيبه جوه الصين. نشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. تابعوا الفيديو يا جماعه، بس مش تعملوا لايك، مش تعملوا شير عشان كل الناس تعرف هذه الاسرار اللطيفه. هتلاقوا رابط لقناه نواوي وطبعا كل السوشيال ميديا في الديسكربشن. بس سلام.